على قناه الحوار التونسي. قبل شوي قلنا لكم زعما شنو اسوان الكريشن واسوان العقارات في تونس. صحيح انه عرفت ارتفاع مهول جدا ان هما اغلى البلايص في تونس. طبعا شوي نعطيكم شوي ارقام. نشوفوا تقرير ذي مع صديقنا طيب ورجعي. من العام العام قاعدين نزيدوا. توا عنا 4 سنين قاعدين نشهدوا في ارتفاع في اسعار المتر المربع الشين ناسيونال في تونس بصفة عامة. بتبيع نحكي الفترة الأخرى شهدنا ارتفاع كبير في تونس في أسوام العقارات بيع وشراء الأراضي. ومن عام لعام الأسوام هذه قاعدة تزيد. اليوم البورسنتاج لو اللي نجم نحكي عليه هو 9%. 9% هو نسبة ارتفاع سعر المتر المربع في تونس. معناتها في 2023 البري متاع المترو زاد اون موين ب 9% بارابور ل 2022. اليوم باش نحكيوا على اغلى الاماكن اللي اسوام المتر مربع فيها غلي برش. اليوم المنطقه اللي تتصدر اليوم هي حدائق كارتاج بمعدل سعر 4850 دينار المتر المربع. تليها عين زغوين نور، عين زغوين الشماليه بمعدل سعر 3700 دينار المتر. زوز مناطق في المرتبه الثالثه نلقاو النصر 2 بمعدل سعر 3300 دينار المتر، ومعاه كيف كيف المنزه نفسي. كان نمشي جهه الوطن القبلي مش باش نبدا من الاغلى واحده، ولكن باش نبدا باكثر منطقه مطلوبه في الوطن القبلي اللي هي اليوم الحمامات الشماليه. حمامات الشماليه معدل السعر فيها هو 3250 دينار المترو. عموما الاسعار ارتفعت لاكثر من 12% وزادت عمقت ازمه السكن في تونس. اسباب الارتفاع هذه متنوعه، منها التضخم في قطاع البناء والتباين في العرض والطلب حسب المنطقه. فما برشا اسباب. حكينا على الكول اليوم نتاع الفينانسمون، حكينا على القروضات، حكينا على ارتفاع اسعار المواد الاوليه اللي هي اليوم كي نقولوا معناتها كي نشوفوا بلادنا تونس مانيش بلد مصنع، يعني براتيكمون قاعدين نستوردوا في بارتي كبيره من المواد الاوليه. معناتها هذا شنو اللي يعمل البعث العقاري. الارتفاع في الاسوام عنده 5 سنين، في نسق تصاعدي والاسوام في بعض المناطق الضعف، حتى في بعض الاحياء الشعبيه مش كان في الاحياء الراقيه. في اخر 2021 في الكيو 4 هذه اخر معلومه نلقاها في اليانيس، فما اون توندونس بيسيير معناتها النومبر نتاع لي ترانزاكسيون، المعاملات معناتها نتاع الشراء قاعد يمشي وينقص. العوامل هذه الكل خليت اليوم شراء ماسك للتونسي صعيب برشا باش ما نقولوش حلم. كان حلمة التونسي قبل دويرا كان فيها راسي يخمم يطمح انه ياخذ دار. تشوفوا اسوام ساعات توصل حاجات خياليه جدا. ما عادش انا نعطيكم بعض الاسوام. مثلا باش ناخذوا اكزومبل نتاع اس بلس 2. اس بلس 2 الكري مثلا في من اغلى البلايص اللي موجوده حاليا بلوتو اس بلس 1. الاس بلس 1 بزوز ملايين و600 في لاك 2. لطف شهر زوز ملايين ب 600 لطف. اي في لاك 2 في المرسى بمليون و800. لاك 2 اغلى من المرسى. لاك 2 اغلى معناتها هذا تقريبا. معناتها انت حنا تسكن في المرسى اللي هي البلايص الغاليه. كيريا ولا انا كيريا؟ والله كيريا ما كيريا قديمه دونك الحمد لله. اما مره قريت اختيك بالحق تونس في ان دي غار بيي اللي الموبيلي ما يتيحش. تو في باريس فما ساعات الموبيلي يتيح يقول لك ازر برا مشي اجري. هما جربوا قانون في باريس. القانون هذا شنو فيه؟ انه الدوله تولي هي اللي تملك الارض لمده 100 سنه في كل الحالات وتعطيك ترخيص قابل للتجديد. بالعاني باش نقصوا في الاسوام نتاع الموبيلي قدر الامكان. هذا مشروع للدراسه نجم يولي من العام الجاي في باريس. العوينه تسمى غاليه ولا وين تسكن؟ انا لان شريت قبل، انا عندي برشا وقت اللي كان رخيص شويه ونقلت مع صغاري وين يقراو هما النقل واللي سكيفيه. توا انا سكنت شويه في اللاك وقت اللي كانوا يقراو في اللاك. توا نقلنا العوينه. لا مش غاليه برشا العوينه الحقيقه، ومنطقه باهيه ومنطقه شعبيه فيها كل الشعبيه فيها. شوف سكنت في اللاك صدقني معناها اللاك تقول لي قد غالي، اما ما مش حياه، ما فماش حياه. 7 نتاع الليل لا ترقى لا عطار لا تعمل حتى شيء. انا ولد حومه شعبي. انا ولد لافايات وولد حي الخضره. معناها ما نجمش نعيش في بلاصه تبقى العركه البرة في تكويره. نحب فما كذا نحب فما الدنيا الكل جوج ما يحبوها فهمت. حدائق المنزه 2 اي جديد مش في الليستا ضبي التور راهو في حديقه المنزه 2 بعد ما قعدت في الحمامات عامين ولا ثلاثه جو كرو. باهية الحومه رايزه تحفونه. معناتها انت وبيا جيران. اي انا وبيا قراب لبعضنا. عم احسن انت كيري ولا ملاك؟ والله انا بفضل 7 من نوفمبر العتيد في جمعيه الصحفيين عملوا لنا يعني مشروع سكني في جهه الغزاله واسمه حي الصحافه. يسكن فيه 180 صحفي نظريا
فهمتني؟ كانوا المقربين بن علي هما اللي عطيو. لا لا مش الكل، الكل وتوا وكان النقابه يا ريت نقابه الصحفيين تجيب مكاسب للصحفيين، ما تدخلش في سيدي خلوت وتجيب حاجات بالرسمي. بكري كانت فما امور عندها معقوليه وعندها امور جديه وفما انتفاع حقيقي، وصحفيين كانت كيما كان كي كانت عندهم ودادية قبل ما تولي عندهم جمعية، خذاو ديار في المنازل وكذا. كنتي ملاك هذا كله قلت لي الحمد لله من فضله تعالى. وين السكنة نجلة؟ في النصر. في النصر. معناتها هل تغيرت الأسوام على قبل بالرسمي كما تشوف الفتيات؟ والله غليت شوية الأسوام بيان سور. أبخي ريت ملك ساعات يلقى كيري تلمون العبيد تفصع بالكري تلمون العبيد يلقى كيري باش تحفظوا على دار وكل شيء يعطي سو معقول، مي توا فماك اللي يكريو بالنهار ويكريو سي نورمال انهم يكريو يعطيو اسمهم ياسر غاليه ودو مانيير جينيرال لي بري اون فلامبي مش لي موبيليي بركه. انت تسكن انت فما شكون يكريو معناتها بالنهار وكل ولا لا 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 في حومتي لا مي خاطر هذوك جينيرال تلقى معناتها الجيره غير طيبه. لا 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 انا في الحومه نتاعي معناتها كلهم عائلات ومع ونظاف وكل شيء، مي غليو معناتها غليت معناتها الدنيا غليت معناتها توا باش تكسب دار سي با ايفيدون دو تو. امين بالحقيقه توا ريت في الانترفال نتاع 15 سنه انا وقت اللي خذيت المترو في النصر خذيته تقريبا مليون 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 و100. ايه يا حسره. اخزر توا ولات 3 ملايين ونص، معناها الانترفال كبير ياسر، شنو اللي فما اخي في تونس باش يغلى هكا؟ شنو اللي فما؟ هذول اوروبا ارخص منها. لا لا سي امبوسيبل انك تملك معناتها توا معناتها لو تونيزيان مويان عادي معناتها مش فقير مش غني ما ينجمش يكسب دار. حتى اللي باش يبني بالحيط بالحيط بالياجوره بالياجوره ما خلاولوش فرصه. الاسوام خياليه الحديد الياجور السيمان معناتها حتى مسيكن اللي يلقى زوز مترو باش يبني فيهم بيتا وحاجه يكن فيها راسه زاد اللي تسكرت البيبان في وجهه. اكيد فما خلل في بلاصه شوف احنا ما نفهموش بالكدا مي انا حاسس اللي فما خلل لانه في اوروبا العقارات ارخص من تونس، معناها فما حاجه مش عاديه، انا صاحبي شراك العام في اسبانيا بربع اللي في تونس، هو في برشلونه. باش يوزر صاحبي. لا صاحبي مصري لا لا صاحبي مصري. لا صاحبي مصري والله العظيم وكان نقول لك المبلغ اللي شرى به الدار تو انت تقعد به. حتى في امريكا 60,000 دولار شرى دار في اسبانيا. معناها كيف فهمالي في تونس ما تنجمش تلقى دار ب 60,000 دولار ما 60,000 دولار ما يعادل 180 مليون تي توا وقت اللي شرا هو وقتها كان ب 90 مليون يا خو بيتو سالا في تونس 180 مليون. نجله فرحاني انت بحذانا اليوم وهذه مفاجاه انا من بدايه الحلقه نتاعنا اليوم وانا عند الوعد نتاعي المفاجاه هي باش تقوم بالحوار الحق انا عملت معاك 700 حوار فانه معناتها الحق المره هذه اللي نفضل انه شخص اخر هو اللي يقوم بالحوار وشخص هذا انا متاكد اللي عنده معناتها باذن الله من الكفاءه ما يكفي انه باش يعمل معاك حوار عمرك ما عملته قبل. باش يسالني ونجاوب وكل بيان سور باش يقوم بالحوار أوكي. الشخص هذا نستقبلوه مع بعضنا تو تسويت. عالسلامة بنوتة ستوريتك مكسرة الدنيا انت راك نجمة انت لو من نوريت النجوم حتى شيء بارابور اللي كنتي انا واحنا ورينا راهو نجله نسالوا عليك انت ما عادش نسالوا على هي سيدي هي اي والله هي النجمه معناتها تبارك الله عليك مرحبا قلنا عاد شنو اسمك عاد قد منا روح اسمي ميار هاي محلاه اسمك ميار عشك محلاه في بالك انت اليوم مش تعمل انترفيو لماما ولا بعد انت باش تسالها قبل ما تسال ماما احكي لي ساعه انت شو رايك تفرج في البرنامج هذا مثلا بايا شنو رايك فيه مامي بايا مثلا باي ضحك بيه ضحك هي بيه بابا عزيز يا حسن بابي نجي مامي انا تو كلامي هذا قل له بربي فا ما نقولوش قل ما نقولوش ديما نو نو سا ديبون شو كي قلنا هي الحرش سا ديبون سا ديبون الحرش فيها انت قولي بس سا ديبون مثلا انت كنت تحب تسال ماما حاجه مثلا شو تحب تسألها؟ حاجة عمرك ما سألتها لها بكل جملة قبل؟ نعرفش كيفاش تعمل كي تبدا تمثل في فيلم؟ كيفاش مثلا تبكي وهي تمثل؟ أي عمرك مثلت عليها قبل مثلا؟ ديما لا فيريتي شوية شوية ساعات شوية توا توا حشامة زعما توا كلي هكا حشامة شوال هباهي عندها الحق أول مرة كاملة مثل باش نبكي فما عندي أغنية جو بونس أ أون شونسون بيان ديتيرميني
quand je pense à cette chanson j'ai une idée انا هي لا 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 انا جوج نقول حطينا يا زوز حطينا ما ما عرفتش كنعرفها راني حطيتها ولا ما عرفتش كان يا ما كان هذيا معناتها سي ان تري اي واش اللي بكيك فيها انا سي نوستالجيك لا نوستالجي تجيبلي انا تبكيني هذيك بابا في بابا هنا هنا بكي هذيك تبكي وانت يا محسن شنو يبكيك رغنيت بكي انا والله ايوا هذيك كتاب حياتي كتاب حياتي يا عين كتاب حياتي ايوا انك كتاب حياتي داري نوح ونقول يا مسكين هذاك صرت مسكين عليه هو حنان انا اغنيه بكي شيك شاك شاك انا نذكر في لا لا اغنيه اغنيه خليني نذكر بتاع نوغا جونز انا هي سنرايز 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 غازل هي الاغنيه اللي تمسك تخليك تتاثر هو برشا اغنيات يمسوا معناها هو ساعات موسيقى ما فيهاش كلام بالكل وي تنجم انت تدمع فيها صحيح اي سيرتو فما اغاني انا نثبت مره انا وصابر في الكهرباء في فرنسا مع بعض صابر بيع اي وفما اغنيه تغني فيها شيرين ما تقوليش شيرين اغنيتها كل بلا لا مش كده قلبي قديمه شويه انا وياه في الكهرباء الاثنين والله العظيم الاثنين ماشيين ماشيين احنا في انا عيني دمعت بالاحساس نتاع شيرين ساعه والجمل الموسيقيه قداش وصابر بكي ولا درت نلقاه هو يشد في الوحده يعمل هكا قلت اخي قال لي والله العظيم نفس الاحساس انا معناها الغنيه بالحق هزتنا لبلاصه اخرى كومبليتمون اكثر من غنيه الحقيقه اما اعطينا كومبيل احزان مش نعملوا الليله يا قلبي شيرين كده يا قلبي شيرين فيها برشا هي موسيقى اي سي فري تو ماما كي تمشي تسافر مثلا تو مشيت للمغرب قعدت شهر اه توحشتها ولا اي وتكلمها في ليش نتقول نقولها يروح يزي ولا نقول لها ساعات هكاك نقول لها سافا لاباس عامله غادي اش عاملين فيك حلو اي باش نجيب لي كادو قلت لها شو باش نجيب لي كادو من المغرب شو باش نجيب لك كان جاني قال نعرف شو باش نوصل لها باش نجيب لك كادو قالت لي جا انت ماما اوه سي ترو مينيون انت العصفوره قالت لي انت تتقلق اكثر كي تكلمها مش هي انا شنو انت تتقلق كي تكلمها معاها انا نتقلق انه بعيد عليك ما اي انا 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 نتقلق انا مش مسلسه معناتها سي تافيغي كو انا عندي مشكله هذيك مش هما اكثر مني ما نجمش نبعد ما نجمش نبعد ما نجم ما نحملش الغربه انا مثلا انسانه امبوسيبل نعيش في بلاد اخرى بخلاف تونس سي ستريكتومون امبوسيبل مستحيل وكنت تهز بناتك تمشي تعيش في بلاد مستحيل مستحيل جي بزوان دو لا بوف تونيزيان نقص 7 كيلو نقص 7 كيلو في المغرب راك نقصت نقصت ضعفت 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 خاطر الماكله كانت مشكله في الماكله هما المغاربه محليهم ومعاملتهم محليها وناس ياسر محليهم اما ماكلتهم مش كيما ماكلتنا بنينه ياسر كسكسيهم فما الحريره وباستيلا وش اسمه الحريره بنينه برشا الحقيقه طنجيه مي سينو احنا عندنا بانوبلي نتاع ماكله معناها حتى هما لا ما هما بيدهم كيف كيف لا انفوس انفوس هاي تاع فين كليت في اوتيل يا سي اي يا ما مثلا يطيبوا ياسر بالكزبر انا الكزبر جو با كوريونت اه داكور قلت لماما كي تكبر شنو الخدمه اللي تحب تطلع تخدمها ولا انا نحب نطلع خمس حاجات خمس حاجات يسمي نبداو بنمر واحد نور واحد هو ارتيست بونتر ال ديسين تري بيان سا سي نمرو 2 نمرو 2 فيتيرينير هاي او سيلز بروف دو دانس هاي دانس تري بيان زيد دانس تري بيان مازالو زوز مازالو زوز بسيكولوج هذوما كلهم بعضهم بالراس بيسموا بسيكولوج مش يلموا على بعضهم هذوما واكتريس كيف ماما اكتريس كيف ماما فوالا انا هو احسن رول جست جست امين معناتها على كلمه فيتيرينير برامي ان ابل وقفوا وقفونا معناتها اوتون دو فيولونس معناتها احنا نعيشوا في فيولونس كبيره يا دي فما ناس تنجم تتطوع باش تلم شويه فلوس لقوا لهم وخليوهم الناس اللي معناتها تخاف على الكلاب ادوبتي دي شيان معناتها ما يصيرش حتى كلب عربي معناتها ما يلو كان راهو معناتها سي ان شيان تردموما في معناتها مناظر ما تنجمش تقبلها حاجات افخوز ما تنجمش تقبلها كيفاش صغيرك اذا كان يشوف منظر كيف هكا تحبوا يطلع ماهوش فيولون وتحبوا يحترم غيره وتحبوا ما فما حاجات راهو كيما غاندي اش قال جميع بوبليكاسيون اللي غاندي قال فيها تعرف ليفولوسيون مورال نتاع شعب من كيفاش عملوا الحيوانات وكيفاش احنا نعملوا الحيوانات تفهم احنا الفونكسيونمون نتاعنا هو احنا نسنسوا صغارنا انا مثلا صغاري
بنتي قد هي ملكه تحيه ليها وامير ولدي يخرجوا هما يهزوا الماكله يحطوها للقطات سول الكلاب باش يبقى في وقفه ما نستقبلش من الصغار نزيد نفهموا الكبار تقتل في الكلاب عندك عندك انت ما نحبش نحكي قدامها برشا عندك حيوان في الدار تربي فيه ولا عندي كلبي هو فما واحد ولاده واحدة طفلة فما سبايك كل ولاده طفلة فما سبايك سبايك ها سبايك وإيزي إيزي توفيت الله يرحمها الله يرحمها كنت عندي حوت تحب الحوت تربي الحوت بيان سور مشاو للفيتيرينير هزيناهم للفيتيرينير وتوا مازالوا يداويو تحسهم يداويو يقعدوا يداويو برشا معناتها تكبروا يرجعوا تريليا يرجعوا بعض حاجه يرجعوا عمليه تجميل يجيو الوان حاجه يرجعوا حاجه مزيانه على الاخر قداش تحبها مع هكا 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 قدام اكثر من لونيفيغ اكثر من لونيفيغ الكل الله 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 تو بالرسمي العصفوره قالت لي ماما تحايل معاك صحيح ولا ما تدوليش نحايل معاك انا لا 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 هاي طمي كي تقول لي هي لا انا نتهنى معناتها ديجا ديجا نتهنى يقولوا لك مثلا كي تمشي تقرا انت هكا ولا فانا قسمي سنه الرابعه سنه رابعه يقولوا لك ماماتك مزيانه محلاها وكل ولا اي يقولوا لي وقتاش باش تعمل مسلسل نحب نشوفها في رمضان نحب نشوفها شنو وانت شنو تقول لهم يقولوا لك انت مزيانه كيما ماماتك مثلا برشا وحود في المكتب يقولوا لي نشبه الماء هاي يقولوا مثلا ماهاش انا مثلا اصحابك يقراوا معايا يقول لك بالرسمي ماماتك في الدنيا كيكا محلاها يسالوا العباد البارا في الدنيا كيما في التلفزه مش في الدنيا كيما في التلفزه بربي سالوني المره الاخرى على ايماء ربي حليلتها كيما التلفزه حنان عاد ستين صبيها يعرفوها مزيان قلت لهم قلت لهم لا الحقيقه ما عندك في الدنيا احلى من طمي سالوني على سي حسن وكا هاو يسألوني برشا سيرتو على سني يقولوا لي محليهم علاش ما يخرج يرجعها خير خير العادة يا ولد تحركوا ايش بيه صعيب هذا وهذا يهربوا يجيها سليم من الجزائر اي قالوا لي سلمى لي احبابي في الجزائر والله ربي يفضل فعلا عندنا جمهور احسن ماكلة طيبها ماما في الدار المقرونة هذيك هي الفل تاع قبيلة بالخبز لا لا المقرونة الإيطالية اللي فيها قرن فلفل مقلي من فوق لا 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 مش هذيك براس مقرونه صوص بلانش من ايطاليا من ايطاليا ايطاليا مقرونه بتومات سوريز و بارميزان و بازيليك ثوم وبازيليك فوالا وتدخل ساعات انت مثلا راك ديما تظهر في انستغرام عم هكا ولا في الستوري نتاعها وكل دوك وليت تستاهل انت بيدك في القسم وكل في المكتب هكا ولا يقعدوا يقولوا لك انت معروفه اكثر من ما توا انت متواضعه انت هكا وكل شنو جو ريحه التواضع ما فماش حسيت انا حسيت ما عليك ساعه اقعد هكاك ما تبدلش ساعه تقعدني انت عمرك ماكش تتبدل بالكل نعرف هي عمرها 10 سنين وبنتي عمرها 10 سنين وبنتي كيفك تحب تخدم خمسه خدمات زاده وتحب فيتيرينير وكذا انت كي تتفرج في ماما وهي تمثل وتبدا ساعات تبكي في اللقطه هذيك ولا فما شكون يكش عليها انت تفهم اللي هو تمثيل ولا حتى وانت تفهم تحس تسخف على ماما تقول في اللحظه هذيك ماما هكا توجعك شويه وتمشي تعنقها مرة تفرجت جوستومون مش مستسين نتفرجوا في مسلسلات مرة جاوا بحبايا صحتي نتفرجوا في برشا نتفرجوا في الحلقة الأخرى من ولاد مفيدة ولا إي أنا جيتي يافي أون تونسيون في ولات تبكي هي اللي تي بوكو بلو جون كو سا دونك من وقتها حبيبتي خاطر الكونفورم معناتها الكونفورم أنتر أمها وش بها عيط عليك وحتى كان تفهم تحس راهو أنا هو أحسن رول عملته ماما عجبك أنا هو أحسن دورة كمثلته أنا هو مسلسل مكتوب موجوده معاهم في نو نو هي اللي تي تخو جون لا لا ما في مكتوب وقتها هي مازال كي تولدت طوميو ما خرجتش معناتها على الكاتب ذكرته ولا تلمع اخير الحمد لله يا ربي ما ديجا سلكناها دابا سلكناها على الاخر به عم حسن مرحبا به الطفله الجميله الرائعه عايشك تعرفوا شرشبيل بلا اسمعني حبيب ليه هذوما مجموعه احنا خلوني عاد ما نعرفهم بعض تو ولدي شوش علينا تو هذا منشط هذا يصلح تو بربي نقوموا له اسمعني يا حبيب عندك اسم جميل برشا شو اسمه هو؟ ميار ميار ايه وش معناه؟ يظهر لي مانيش سير
اللي هذا شنو معناها من مره يظهر لي قالوا لي اما نسيته يظهر لي معناها القمره الضوء نتاع الضوء في الخليج يسميوه ميار راجل راهو ميار ميار معناتها يقولوا حصان ميار يعني حصان معناتها معناتها اللي نجموا يميزوا عليه اي فوالا ميار يقول لك تجلب زيد حاجه تجلب الرزق وتجلب الحاجه الباهيه ان شاء الله ربي يجيب لك كان مرحبا بميار السبت ان شاء الله عليها مرحبا بميار ان شاء الله ربي يعطيها الوقت تفرج في الفيلم الجديد نتاع ماما ولا جديد لا ما زلت بس انكور مسلسل بلوتو مسلسل بس انكور بس انكور ما تفرجتش باه ايش نعملوا طلع مع بعضنا نشوفوا البوند انونس نرجعوا واعطيني انت رايك الاولاني باه نشوفوا البوند انونس تو ممتاز جدا بالرسمي انا عجبني شنو رايك انت حتى انا عجبني حلو باش تفرج فيه ولا ايه تعرف ما شو اسمها في المسلسل ولا اسمها اسالها انت قول لي شو اسمك شو اسمك سعد سعد بن زينت خليفه اللي هو ملك تونس على ايبوك انت لاول مره تمثل في عمل معناتها عربي تاريخي بالطريقه هذه وي وي اول مره اول عمل هكا عمل كبير وكل ودور زيد معناتها مهم في في العمل هذايا اي سي اون اكسبيريونس اونيك على خاطر تتعامل مع ممثلين ماهمش توانسه على خاطر تحكي بالعربيه الفصحى لقيت مشكل في العربيه الفصحى لا لان ليتيرير معناتها ما عندي حتى مشكل مع العربيه بالعكس معناتها انا نشوف اللي هي لغه جميله على الاخر معناتها اذا تنطقها بالكدا وتعطيها حقها ياسر تعبر ياسر تعبر يمكن ساعات تعبر خير من بعض اللهجات دونك تعرف برشا يتفرجوا مش بيصدقوا نجله تتكلم بالعربيه الفصحى علاش؟ اما كان حافظه شويه من التكست بلي قلنا لنا معناتها جوست باش يتاكدوا اللي راهو حاجه ممتازه جدا. جو نسي با معناتها والله عندي هوني تكست معناتها بالعربيه مش مصدقه تلمو في وبعده عندي باش تعاود نفسك والله باش نشوف لك والله باش نشوف لك حاجه باش نشوف لك نحاول نشوف لك تكست. لي زاكتور من انا بلدان نجله. Les acteurs de Famadé Jordanien, Famadé Yassine, 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 وفوالا معناتها عمل كان برودوي توانسه في الاعمال التاريخيه هذه سي با مال دو تو مو اكسبيريونس اماراتي اردني دونك هذه بعد فتحي الهداوي اللي كنا نشوفوه في اعمال تاريخيه واعمال هكا عربيه كبيره اليوم هذه المره الثانيه اللي نشوفه عمل فيه توانسه ومخرج تونسي اهم حاجه ومسلسل مسلسل معناتها يفوك انا جو فوا كي لازمنا اون سيكسبورت على خاطر تونس تحب ولا تكره ما فيهاش معناتها مساحه كبيره انك تمثل. هل ضيق الاعمال الاعمال الرمضانيه هو اللي خلاه معناتها انه تكون توجه اكثر لاعمال عربيه؟ والله لا سيت اون ايتاب سيت اون ايتاب في حياتك معناتها سيت اون ايتاب في حياتك وبطبيعتها ما فماش برشا انتاج في تونس دونك تجيك انت فرصه باش تعمل عمل. علاش رفضت من الاول ما حبيتش؟ على شنو؟ انت في العمل هذا من الاول ما قبلتش. مش من الاول ما قبلتش مش من الاول مش ما قبلتش لا لازم نشوف معناتها روحي وين باش نمشي وشنو باش نعمل شنو ما نعملش ونشوف حجم الـ 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 العمل اسكو يستحق باش انا نمشي والا لا حجم الدور حجم الدور وكان معناتها محلي ومحمد الخيالي المخرج انا كنت خدمت معاه في تونس ونعرفه ونعرف كيفاش يخدم وكل شيء دونك فرصه 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 انك تتعامل ديجا تتعدى اون ايتاب نتاع انت من المسلسلات التونسيه معناتها تشوف وتمشي الاعمال العربيه اللي هي فيك سوبر برودكسيون برشا فلوس فيها برودكسيون كويس كويس ياسر وعمل جديد معناتها عمل جديد بالزهر معناتها جي امير تونس معناتها قد جات في تونس معناتها ما خرجش بالك مامون برانسيس تمثل ولا في المسلسل سي توا لا برانسيس مي مره هي مامون هي الرول قول هنا بالعربيه فصحى يا بنات استنى استنى حنشوف لكم ولي كاشي بربي مقارنه بتونس مثلا كاشي فلوس هي هي سالتها بيا ما نجمش عندك الحق لا والله لا والله لا بالعكس نحب نقول لك حاجه فما ازمه كبيره معناتها الاقتصاد العالمي طايح اوتوماتيكمون لي كاشي دبي راهو دبي اي اي ما اسمعني انت كنجله بن عبد الله معروفه في تونس الحمد لله يا ربي باش نمشي غاديك باسمي وبنتي كممثله لكن اسمك ما يبيعش ما تعرفكش الناس
دونك فوالا لازم يكون فما بداية. لازمك تعمل الاسم باش تنجم معناتها الحقيقة. وهذا السبب اللي خليهم اختاروا من معناتها كفاءات من برشا بلدان. ولا أما الاسم واش باش يطلع اسم بعد أنت تعملوا. علاش؟ خلينا احنا ما لقيناش ناخذوا اللوز الكرطان اللي لقيتك استنى. إذا وبعد أن عدت لنا يا علام أخبرني ماذا علينا أن نفعل لمواجهة ما ينتظرنا. هو يقول لنا مولاتك علينا الاستعداد جيدا لقدومهم يا علام، فنحن لا نعلم ما الذي سنواجهه عند دخولهم لأرضنا. قوموا بتخصيص أراض وابنوا عليها مخازن جديدة. عم حسن والله سبا ما تفكر عليك والله ما تفكر عليك بو أم بود مش فرنساوية راي عربية لا لا خاطر احنا توانسة جينالمون راهو عندنا مشكل في العربية الفصحى لا لا أفار معناتها الجيل أفار الجيل معناتها اللي يمكن قراءة العربية في المكتب القدا وكل معناتها اليوم معناتها اللي جو لا هو هو نطق سليم وبالتدريب تنجم شو ممثلة أول ما بدأت التلفزة عملوا مسلسلات تاريخية معناتها تقول أنت فما ممثلات اللي ما دخلوش وقراوا بالكل ما يعرفوش يقراوا ما يعرفوش يكتبوا حفظوهم وكان تسمعوهم وتسمعوا النطق وتسمعوا القى الدوخ وتقول هذه قاريه باك بلس 9 دونك هي ممثله هي ممثله ممثله ممتازه فوالا ما خممتش لازم تتعدى من ممثله طبات بركه لا برشا ممثلين ولاو منشطين ما خممتش تتعدى اللي منشطه والله نقول لك حاجه امين معناتها ساعات ما لازمكش تدخل في دومين كي ني با لو تيان والا باش تدخله من الباب الكبير شنو معناتها معناتها تكون عندك اون ايميسيون اللي انت محضرها وخدم عليها وكل شيء اما هذيا نشطوا هكيك للتنشيط معناتها ليه معناتها مش برنامج موجود اليوم انت ترى روحك فيه مثلا والله الحقيقه انا كنحب النشط ماذا بيك نطلع بكونسيبت جديد معناتها مغاير معناتها حاجه جديده اذا كمل مش بنعمل اضافه علاش علاش ما نبدا عندي برشا فلوس معناتها باش نزيد ناخذ منا ومنا بطريقه معناتها ماهيش انت متمكنه ساعه انت في دومينك انت ناجحه ومتمكنه دونك في لي انترفيو باش تلقى روحك مع سورتو من دومينك ممثلين كيما سعد يونس ورينا تجربه حتى سعد يونس ناجح وقتها تعرف عليه سعد يونس كانت حلوه على الاخر التجربه هذيك وكانت جديده سعد يونس معناها اللي هي تقريبا عمرها 80 سنة اللي تقدم في أكبر منوعة عربية الناس الكل تشهد لها علاش تجربتها خبرتها الفنانين تعرف التاريخ تعرف الحاضر تعرف الغايب تعرف الكل دونك هي امرأة متمكنة ولا به تجربة كونيكوز ليه معناتها ما تخممش فيها قلنا منشطة يمكن كونيكوز كانت تجربة قصيرة ومشيت على روحها ما خممتش معناتها أنك ترجع ككونيكوز في إذاعة في تلفزة هني قلت معناتها هني قلت لك امين هني قلت لك امين معناتها باش نقوم نطفل هكيكا لا اذا كان فما حاجه باهيه وكل شيء كيما في التمثيل معناتها مش لازم المفيد مش تمثل مش تبرز ومش تكون في كل بلاتو موجود والعباد ديما وهني عملت ترى شنو معناتها اذا كان عندك عمل محترم واذا كان عندك حاجه باش توريها توريها سينو سي با لا بين معناتها بالحاح من المعجبين نتاعك عندي ثلاثه اسئله تفضل انا خاطيني كان تقولي نسالهم كان تقولي ما نسالهمش سؤال رقم واحد هل أغلقت نجلة باب الحب في قلبها؟ لا لا قيد لا هاكا إجابة لكم أنتم هذا اللي سألوني لا لم يغلق باب الحب به اثنين هل يوجد من في حياة نجلة؟ يوجد Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que maman elle a un amoureux? بالانجلي تفهم تفهم بالانجلي رايح انا نفهم بالفرنسي زيد اه يا سمحت اش بيك يا ولدي اما عربيه الفصحى مش برشا عربيه الفصحى مش برشا ماما عندها انا بتت بيان بتت بيان خليه يجاوب على جد تجاوب فيه ما نقولش اوه هي الباتش هذا عجبني هذا باتش بنت امه اه هي على الاخر به حط بوان دانتيغوغاسيون باش نخليهم نقاط استفهام دونك كلهم نقاط استفهام ما جاوبتهمش لا جاوبتك الاولاني قالت لك لا لا قلت لك قلت لي باب الحب مغلق ولا قلت لك لا خير مغلق وما فما شكون ولا لا ما نعرفوش ما نقولش ماني نعم عادة والله انا ما نحبش نجاوب بلاصتها هي انا هنا قلنا لك ما نقولش ماك تعرف المعجبين عندهم الحق بديت الحسن نسيت في اول ايميسيون هو ما كبتيش تو تحب الحسن فالونتان باهي فرضا احنا فرضا انت باش تختار هكا لو برانس شارمون المامون مثلا شكون اللي تختاره مثلا؟ عندك حاجه في مخك ها؟ شو والله عرفتك. سايك هاو مشي باهي
مش لازم بلا نعرف حد شيء خلينا لا 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 احنا زنقة العميس حشي اما والله يمين نحس في نجلة تحب تحكي Elle veut se confier à nous. Non, non, je n'ai pas, pas à me confier. Mais elle a, j'ai une question. Entre psychiatre. Est-ce que ce personnage est connu ou pas? Elle est une smart fan. Pas forcément, non. Je n'ai jamais dit. Kalia, connu. Nous savons, nous. Non, peut-être sur le plan personnel. Ah, non. Non. Pourtant, personnel. Non, معناتها ايه فهمت معناتها مش من الميديا ما تنجم تكون تعرفوا انت البرا فهمت فهمت نعرف بعضنا انا كل نسمع فيك عندها مدخول عندها مدخول اسمع وي باش تقول شويه ولا ليه شنو شويه شنو قول لنا انت بيصير شويه شويه معاك وكمل برشا معاك علينا قول انت معاك انت قول شنو نقول كيسكو تو فو كو جو ديز مش جو فو ما نسال فيك كان تحب تقول على درشكون درشكون ها ولا لا ما اون فا با دير كي مي جي اون فا با دير كي مي عندي نوت كيستيون اسكو tu es heureuse en ce moment تحس فيك خير من اخر مره اللي جيت على جاتنا مكلفه اخر مره لا 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 واش بيان معناتها دقيقه جوج شويه افوار كالكان دون سا في سي امبورطون تحس طبيبه دكتوره راهي لا لا سي ايبانوي لا 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 سافا سافا شي تري بيان تخي بيان وخاطر نحس فيه اللي تخي بيان مع بناتك سي تخي زابوطون اه وي هذايا مهمه جدا معناها مش تقول ما نقصدش تقول سي كي لا بيغسون سي كوا نحن تقول حاجات عليه حاجات عليه باغ اكزومبل جو سي با il est gentil اي باغ اكزومبل سون كاركتير سون اج des informations قداش هو سون اج باغ اكزومبل ونعرف تعرفش عاد هي تعرفش مسكينة بنيتي 52 شي 52 إلا 52 زون عمره 52 أي أنا راني ماني عمريش 13 زون أنت تبارك الله ديما تقعد معناتها عمرك 13 أه هي تقعد وأنا شديت ومرشتوا لي القلب تحب نقول لك حاجة مرشودي أذبوني لي ولا لي بيا كل عمر ما حليه معناتها تبارك الله عليك أنا علاش سألت الأسئلة هذوما خاطر مهم جدا احنا في تونس للأسف كليتيكات عرفتها المطلقة وعندها أطفال فانو ما تنجمش تعاود لا سي با فغي سي با فغي تنجم تعاود حياتها هي هي معناتها هي تختار انها ما تعاودش حياتها مع اللي يجي ولازم يكون عبد معناتها غلطنا فهمت يا مال مش سي معناتها هذا الجانب مهم برشا الراجل خاطر للاسف اليوم في تونس الراجل كي طلق اسهل برشا خاطر ما يهزش معاها الارماتوره اللي خليها وراها دونك هي مسكينه تقعد مش مسكينة هي الأم هذيك هي الأم الأم هي معاها العائلة الكل دونك إذا ما تعرف تختار شكون اللي باش تقسم معها حياتها وحياة أولادها أنت ما ترى في مامون أوغوز ولا إيه؟ سي سكي كونت هكا ولا إيه؟ هذاك اللي بالفايدة هكا ولا إيه؟ تي بون سا ديبون هذاك اللي بالفايدة أبعث لها أبعث لها مالا بوسة كبيرة برشا مالا أبعث لها هكا بوسة كبيرة برشا الله الله باهي دونك حنين عليك ماكش ناقصة حنين لا لا الحمد لله بار كونتر كنا ناقصين حنين كان أنت لا علاش؟ توت سويت مع حنان لاش لا سمان ديرنيير عملنا شاسو تريزور وفما جماعة ربحوا وعندنا دي فيديو باش نوريهم لكم نتاع لي غانيون نبداو بالفيديو الأولانية عندنا غانيون اللي ربح اون نويتي في لوسيانا لوتيل 5 إتوال في حمامات كيما تشوفوا لوسيانا مانيفيك هو لو غانيون حسام صحة ليك يا حسام Profite de ton séjour. Anna, un autre gagnant, il rebaha kif kif un séjour fait Liberostar Royal Mansour, fait le Mahdiya Royal Mansour, hôtel 5 étoiles. Et ma chauffe, promo hôtel, un de deux hôtels magnifiques, 5 étoiles, le luxe qui m'en habou. À l'occasion de la Saint-Valentin, promo hôtel, Madalal, comme je connais tout, Madalal n'a pas de Et comme promis, chose du, elle peut n'a pas de cadeau. Donc je vous invite à ouvrir votre petit sac, Ayamin Tizeda. Ah oui. Anna, un petit séjour. في الهيلتون سقانس مونستير انا الوتيل مشيت وهذا استدعاونا حاجه ياسر ياسر مزيانه انا مش لازم نجله معايا امين مش تهز يظهر لي زوس معاك عليه ما عنديش مراه زوس هذا سامحني شبيه زوس معايا اش باش يهز مرتك مش الهيلتون ما ادراك ما لا الا الا شخص واحد انا نعطيها لعم حسن يهز المراه ولا هو يعطيني باش يهز المراه عم حسن ما حدش الكادو نتاعي انا بصراحه نبجل خويا غازي عنده كادو سبيسيال حل حل عم حسن بسم الله Donc, Anna, je vous invite, je te trouve le col, il faut. Les promos. Wow. Oh! 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 Oh
لا لا بتلبس براسات ما تغرقش. على خاطر عم حسن الاوتيل هيلتون فما بيسين انتيغ وفما سبا زيد نعرفوا كش تعمل غطسه خاف عليك انت تغرق. تو انت ما تعرفيش نعوم جيدا يعني. اه لا انا نعرف شفت على عينيا. ولا باش نشاهيكم الويكاند بتاعنا اللي باش عادوا مع بعضنا تنقولوا لكم الدات وقتاش على الانستغرام تاعنا تنقولوا نحبوا نعملوا طله على الاوتيل هيلتون نتفرجوا على الفيتير ونرجعوا. Vous voulez venir avec nous, vous voulez profiter Zed, de la promotion de promo hôtel, fait l'hôtel Hilton Skanes Monastir. Tamlo le code JDTH 2024, il va s'inscrire le code. Ou d'autres bien sûr à la promo hôtel.tn, d'autres à la page Facebook ou page Instagram. Vous pouvez tout Zed à réserver avec des tarifs préférentiels, des tarifs exceptionnels. Promo hôtel, Rabbi Khalik Lina, Barjadlil, Wallo Asim Bel. Donc, on a rendez-vous le jour de la journée. Inch'Allah, je vous remercie. عاود يا عم حسن شكون تقولها؟ محلى الطفلة ومحلى زينها ومحلى حضورها الجميل. اللهم صل على النبي. إن شاء الله أنا أقول لك ربي إن شاء الله يعطيك ما تتمنى. إن شاء الله راك أخشيتكت كبيرة وفيتيرينير معروفة. أخشيتكت طيارة وممثلة طيارة وإن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى ومحلاها مماتك وإن شاء الله ربي يفضلك لبعضكم. عشان. شو تحب تقولها أنت ماما اليوم؟ شو تحب تقول؟ المسار اللي نحب نقوله لك هو ما منسميهوش مساج ما حاجة تقال قلتي أولا أنا نحبك برشا نايس ثانيا جيسبيغ كو أنت بوغ توا توا بيان تي توجور هوروز عايشك يا روحي سيدي ثاني نحبك ومحليك الله 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 ربي يفضلكم وبعضكم يا ربي ان شاء الله. ميكاب ريجل مكياجكم لكم. باه لازم تجاوبها نجله. تري تري بيان. بعلسيه انا سما. اولا نفس الميثود اولا اولا واولا تيمي وبوكو هذوكم روحي معناتها هذوكم اهم حاجه عندي في الدنيا. ربي يفضلهم وبيخليهم معناتها واحد يقول لك المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال ما فماش فما البنون سي اكسترا اوردينير وما فما واحدة منهم واحدة لا سي اكسترا اوردينير امين يا رب الحمد لله ان شاء الله ربي يفضلها لك يا رب ان شاء الله ان شاء الله تربى في عزك بوسة كبيرة برشا محلاك وما بنزينك تقعدوا معنا غازي باش سمعنا حويجة بلاي باك شنو باش سمعنا باش نسمعكم الاغنية اللي هي انا راهي نجحت لهنا اللي هي السلطانة خاطر مرة عديتها لهنا وقعدوا ديما تعاودوا فيها الناس ولات في الشارع في اي بلاصه وهذا شرف كبير لي هذيك هي اللي باش نغني باش نسمعوا السلطانه وبعد اكستريم جديده اللي تهبط هذاك بجزء الثالث ان شاء الله كي نرجعوا تو سويت سلطانه غازي العيادي وراجعين بعد الاشهار